جمع بين ضخامة البناء ودقة الصناعة وتنوع الزخارف، فاستحق أن يوصف على مر التاريخ بتاج العمارة المملوكية. تغزل في جدرانه وعمارته كتير من المؤرخين والباحثين، ليه لو هو على الأجندة الرسمية لكل زيارات كبار القادة والرؤساء. نحن الآن أمام بنيان صاحب وجه عملة الميت جنيه، مسجد السلطان حسن. من أكثر آثار القاهرة الإسلامية تناسق وانسجام، أنشأه السلطان الناصر حسن ابن الناصر محمد ابن قلاوون سنة 757 هجرية 1356 ميلاديا على قطعة أرض كانت تعرف باسم سوق الخيل. هذه المدرسة أقيمت في مكان هام، وكان هذا المكان مشيد به قبل ذلك قصر. هذا القصر شيده السلطان محمد ابن قلاوون لاستقبال أحد أو لإقامة أحد الأمراء، ولكن عندما تولى السلطان حسن سلطنة مصر قام بهدم ذلك القصر وقام بتشييد هذه المدرسة. تخطيط المسجد متفق مع الطراز المملوكي، وبيأتي في المرتبة الأولى للعمارة العربية بفضل قبته العالية وارتفاع مئذنته وعظم اتساعه وفخامة الزخارف. هذه المدرسة عندما ننظر إليها نجدها تمتاز بالشموخ، شموخ العمارة وشموخ الزخارف التي بها، فعمارتها هي تنم على مدى الإنفاق الذي أنفق عليها. مشيد هذه المدرسة السلطان حسن هو أحد المماليك، هذا السلطان الذي نال حب العامة، هذا السلطان الذي أنفق الكثير من الأموال وانتمى إلى أسرة المماليك، وهو يمثل الرقم أو عدد السلطان 19 في دولة المماليك. وهذا السلطان ينتمي إلى المماليك البحرية، فكما هو معروف فإن المماليك يطلق عليهم المماليك البحرية والمماليك البرجية. المماليك البرجية الذين عاشوا في أبراج القلعة، فمن هنا أطلق عليهم المماليك البرجية. أما المماليك البحرية فهم من كانوا يعيشون في جزيرة الروضة، الجزيرة التي تقع في نهر النيل، وعرف هذا النهر أو نهر النيل لدى المصريين بالبحر، لذلك أطلق عليهم المماليك البحرية. المدخل الرئيسي للمسجد عند الركن الغربي للواجهة الشمالية، وبترتكز معظم رئيسي، وهي عبارة عن شريط من الكتابات الأنيقة اللي بتعلو الحوائط المكسوة بالرخام، واللي بيعتبر نمط للمساجد القاهرية خلال الفترة دي. أضخم المساجد عمارة وأعلاها بنياناً وأكثرها فخامة، فإذا كانت الحضارة الفرعونية تتباهى وتفتخر بالأهرامات، فالحضارة الإسلامية تضاهيها بمسجد السلطان حسن، هرم الحضارة والهرم الرابع في تاريخ الإسلام كما يصفه الكثير من علماء الآثار والمؤرخين. تمثل عمارة المسجد مرحلة نضوج العمارة المملوكية ودرة العمارة الإسلامية، فتصميمه يعتمد على التخطيط المتعامد، يتوسطه صحن مفتوح محاط بأربعة إيوانات أعمقها إيوان في اتجاه القبلة، ويضم المحراب والمنبر.
وإحنا في هذا الصرح المعماري الكبير الذي يدهش كل من يأتي إليه، إحنا أمام قيمة كبيرة، أمام هذه المدارس الأربعة التي أنشئ من أجلها هذا المسجد وهذه المدرسة لتدريس المذاهب الإسلامية الأربعة: مذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي. وكان في حرية لكل طالب يختار المذهب اللي يحب يدرسه من خلال هذه المدارس. في كل مدرسة شيخ من الشيوخ الأكارم معه 100 طالب، 100 طالب دول مقسمين لأربع فرق، كل فرقة فيها 25 طالب، مش بس بيدرسوا الفقه، لا كمان مخصص شيخ يدرس لهم الحديث النبوي الشريف، شيخ بيدرس لهم اللغة العربية، شيخ بيدرس لهم تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن الكريم. وده إن دل فإنما يدل على الثقافة وسعة الفهم والإدراك اللي كان موجود في العصر ده. وتعد كل مدرسة مسجد صغير، وكل منها مخصص لتدريس مذهب من المذاهب الإسلامية الأربعة. وكان في كمان منهج إداري، في صورة إدارية رائعة لهذا المكان. يبقى في حد ملتزم بالحضور والانصراف، عين 2، واحد فيهم ياخد شيفت بالليل، واحد فيهم ياخد شيفت بالنهار، ويشوف الحضور والانصراف، لأن المدرسة كانت كأنها مدرسة داخلية، إقامة وإعاشة وإنفاق كامل على الطلبة، وده من باب المراقبة والمتابعة حتى يكون في انتظام لسير العمل. كمان كان في فهم راقي إنه يكلف 2 من الأطباء، واحد طبيب باطني وواحد طبيب عيون، يكونوا موجودين في كل يوم، اللي يحتاج ليهم من الطلبة، اللي يحتاج ليهم من الموظفين، يكونوا موجودين في رعايته وفي عنايته ويتابعوه صحيا. وده فهم كبير وفهم راقي جدا. في وسط الصحن نافورة تعلوها قبة اتبنت على 8 أعمدة. الصحن أيضا يضم 4 أبواب تفتح على 4 مدارس للمذاهب الفقهية الأربعة. كمان كان في معنى راقي للتعامل مع الأيتام، كان لهم عناية خاصة، كان لهم اهتمام كامل بكسوتهم، بطعامهم، بشرابهم، بكل ما يلزمهم علشان يتفرغوا للعملية التعليمية. وكمان كان في اهتمام بأن يكون في مكافآت لهم حينما يتموا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى في مكافأة قيمة للطفل اللي يحفظ كتاب الله، وكمان مش ليه لوحده، لشيخه اللي أدبه ورباه وحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. السلطان حسن نوى بناء 4 مآذن للمسجد، لكن بعد ما بنى 3 وقعت واحدة، فاكتفى بمذنتين عند الواجهة الشرقية. وانت بتتفرج من بعيد على مسجد السلطان حسن بتخطف أنظارك مئذنته اللي بتصل لحوالي 81 متر كأطول المآذن في مصر. تعتبر المئذنة الجنوبية هي المئذنة الأصلية للجامع، أما المئذنة الشمالية فتم بنائها بعدها بفترة. موقع بيتجلى فيه التاريخ والعمارة، ما جعله صرح عظيم. كتير من زواره بيقولوا أنه ملوش مثيل في بلاد المشرق، ووصف المقريزي قبته بأنها لم يبنى مثلها بديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن. كمان وصفوا بأنه لم يرى في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكي هذا الموقع.